متابعي قناة الفاس بريس، حنا الآن تنتواجدوا في أمام المجزرة البلدية القديمة مدينة الدار البيضاء، البطوة القديمة مدينة الدار البيضاء بالضبط مقاطعة الحي المحمدي. فهاد المكان اللي تنتواجدوا فيه كان الناس يفيقوا بكري الصباح بكري وتيجيو ياكلوا لنا الكرعين، تياكلوا الريوس مشوية. الصورة اختلفت بشكل كبير بعد ترحيل المجزرة البلدية إلى مقاطعة سيدي عثمان، ولكن رغم ذلك باقي واحد شوية الرواج، رغم أن مجموعة من التجار الناس يقولوا بأن نسبة الرواج انخفضت بحوالي 50% مقارنة مع السنوات الماضية، وأيضا جائحة كورونا عمقت المشكل الرواج في هذه المنطقة هذه. أجي نشوف واش قالوا بعض التجار في هذه المحلات تاع المجزرة البلدية القديمة بمدينة الدار البيضاء. لا خويا الرواج ما بقاش كما كان، داكشي اللي كان شحال هذه ما بقاش، كان الرواج شحال هذه ولكن دابا ما بقاش داكشي اللي كان. بيع وشري كنا مولفين شحال هذه ما بقاش، الأغلبية دابا ديال الدراري جالسين، ولا كاين اللي كيخدم نهار وكيجلس نهار، ولا كيخدم يومين كيجلس نهار. داكشي اللي كنا مولفين داك البيع وشري داك الرواج ما بقاش. واش غير مع جائحة كورونا ولا قبل؟ مع جائحة كورونا ما شحال هذه كان شي شوية، كنا كنتحركوا شوية، كان الليل كان كيعاون. دابا العدد ديال الدراري جالسين كاين اللي كيخدم بالليل تقريبا واحد 40 واحد ولا 50 واحد كيخدموا بالليل، ما بقاش كيخدموا. داكشي زعما داكشي اللي مولفين ما بقاش هي. وانتم اش ديروا لنا؟ شنو النشاط ديالنا؟ النشاط ديالنا كما كتشوف الشوايه الشوا، كل واحد شنو كيدير، كل واحد شنو هذا المهم ديال كاين اللي كيدير. باقي تيجوا عندكم الناس الصباح بكري كما كان العاده ولا؟ ما بقاش. لا داكشي ما بقاش خويا، لا ما بقاش هي. تهرس هادشي بزاف، اكثر من 50% باش تهرس. صافا البيع والشراء هنا نص بنص، اكثر من نص كاع باش نقاس اكثر، يا هذا المرض كاع زاد عليه اكثر كاع. ايوا هذا واش يعني ما بقاش هذاك الرواج اللي كان قبل؟ لا سيدي ما بقاش داكشي، داكشي كتعرف ما بقاش. اكثر يا هذا المرض هذا حيدوا العراسات وحيدوا هادشي ديال الحفلات، البطوة نقاس بالنص بالنص. دابا الحفلات والعراس رجعوا؟ واخا رجعوا، ما رجعوا حتى فات الوقت ديال سميتو، داز الوقت ديال شهر 7 وشهر 8 اللي كتكون العراسات راه. ولكن شنو علاقة العراسات بالحمل؟ الناس يشوفوا الريوسة. المحلات ديال البيع والشراء هنايا كيخدموا مع صحاب العراسات، حفلات مالين الفرانات كيشوفوا ليهم كل شيء، مالين البصيلة كيديروا لهم بصيلات هنا كيديروا لهم كل شيء. هذا هو المشكل. يعني انت بالنسبه لك فاش كان البطوان القديم كان احسن من دابا؟ لا او كانت هذه الزنقه ما تدوش فيها بنهار، والله دزتي بها بالزحامات اللي فيها والشوايات، الناس يشوي اللحومات كاين اللي يخرج اللحم من البطوار ويجي يشوي في الشوايات. شحال تقريبا من محل كاين هنا؟ كاين شي 28 محل، شي 28 محل وزيد على الكواله ديال الحواله، 6 المحل ديال الحواله.